موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. اكبر هديه جتني في الحياه. بسم الله يا رب ما يطيح شيء. فمثل ما تشوفون هذا هو البلاي ستيشن 5. يعني نتكلم عن مواصفات، نتكلم عن من هنا اليو اس بي وما يو اس بي مثل ما تشوفون، وهنا الازرار حقتها. طبعا هنا من وراء ما تشوفون نجي عند يد البلاي ستيشن الاسطوريه. شوف كيف بالله شيء كولي، والله العظيم شيء خرافي، جد شيء خرافي، تصميمها اسطوري. ولا يقولون من هذا الزر تقدر تتكلم تسمع للناس، فشيء رهيب الامانه. بلاي ستيشن فخم 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 من ناحيه اليد، من ناحيه البلاي ستيشن نفسه تصميم خرافي. صرنا عند اهم شيء اللي هو وش سالفه ديو، شو مسوين ديو. ديو مسوي مسابقه على 375 الف ريال قسم على ثلاث العاب: ببجي موبايل، فالورانت، كولد وار اللي هو كول اوف ديوتي كولد وار. رابط تحت في الديسكربشن، شارك باللعبه اللي تحبها وباذن الله جوائز تكون من نصيبك باذن الله. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم اول تجربه للبلاي ستيشن 5. راح نجرب اليوم روكت ليج، لكن للاسف انها نسخه البلاي ستيشن 4. فمثل ما تشوفون هذه هي روكت ليج، مثل ما تشوفون روكت ليج جنب بي اس 4. للاسف ما نزلوا النسخه حقت بلاي ستيشن 5، لكن راح نجرب نلعب. اي واحد يشوف هذا المقطع ويبغى يفيدني ماديا يقدر يحط كود لايتم شوب اللي هو بي اس ال تصفر من الكل، فاتمنى انكم تحطونه في لايتم شوب سواء في روكت ليج ولا فورتنايت. وفي شيء ثاني اللي هو موقع روكت ليج اكستشينج تحت في الوصف، اللي يبغى يشتري اي غرض من روكت ليج، اغراض غاليه، اغراض رخيصه، تبي تشتري فينك، اي شيء تلقاه في الموقع. كود الخصم بي اس ال راح يخصم لك، فراح يفيدني اذا حطيت كود بي اس ال راح تحصل خصم انت. فطبعا اول شيء نسويه هنا ندخل، يعني شوفوا ليفل واحد وكذا حركات. والله من زمان على البلاي ستيشن. نضغط R2 نحط VSL كابيتال سمول ما يفرق اللي حطيته، يعني انا بدون منز في حركات اللي يبغى يشتري شيء. طيب خلونا ندخل الحين كوم 2v2. او ما يمدي كوم، نجرب كاجوال 2v2، ضبط شويه اعدادات وان شاء الله باذن الله ان بنجلد في الجيم. الرول ال1 هو يسجل هدف يا اسطوره. اوكي والله كل اللعب ثقيل شوي، يعني فرق عن البي سي صراحه. يعني اوكي نجرب سوي اير دراج ولا شيء، اني ما اتوقع صراحه. قوي تكفى تكفى يا قوي. لا وش الايم، يو والله تطوع. لا والله سجل بالمرمى على طول. لا اعوذ بالله، ما اعرك كذا في البي سي انا. الجنب راح، هدف. الجنب راح ليه؟ والله الجنب راح، ما ادري عشان اتاخرت. ياو ايوه، كل واحد اصدع من الثاني اعوذ بالله. القوم شو طق هذا؟ والله تكفى يا اخوي، لا تصدمني. تكفى. هجت شباب، هجت اخر لحظه هجت. اعوذ بالله التصديم. لا يا اخوي لا. يعني اوكي لا تلمس الكوره بس لا تصدم. يا ساتر فجره. يا الله حرام. خل البوست. خوي المرمى هذا مرمانا. ساتر فجره ليش؟ يجي والبليد. اوه دخلوني جيم بادي. يا ساتر على طول سيف. ولا هذا مرمى. اوكي حلو. الدسكورة على مرمانا. على مرمى قصدي. اوكي انا ما ادري ليش قاعد ما سويت هذا الجمب. دا هجت فيني شباب، هجت فيني للاسف. خوينا ذا باكريه الحين باذن الله اني اقدر. بنج عالي اعلى بنج، لكن باذن الله اني اقدر باذن الله، لان ميدل ايست ما يدخل لي ميدل ايست ما ادري ليش. شلون؟ هذا الاول يا خوي، يلا روح. تكفى خوي.
قولك حلوة ده سيفها يا ساتر عليك خوي كريت باس أضب ألو سيارة تنكس تشفي حلو شكرا يا خوي شكرا الله شكرا على الصدمة يا خوي وبيضيع ذي الله يهديك بس الله يهديك هذا اللي اقدر اقوله ضبط كهداف ما عليك يو والله قريبة كانت لا ضاعت قولك نايس شوت يعيني ساتر حتى شطبت الكورة ليش ما تخش ليه احتري يخش عشان نقش من فوق جاي حولي حولي خوينا اعوذ بالله ايش فيك حلو بغي يضيعها بس الحمد لله يا الله يمين بالله قهر والله تصديم لا 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 خوينا خوينا ليش تفك يا اخي وعيني تكفى باس تكفى تكفى كريت باس شكرا هي فارس هذا خوي من الان خلاص فارس خوي شكرا والله على اسست عليك دبل تاتش فارس تكفى اسست ثاني تكفى والله شوف اعطيتني بس ما ابغى يعني ما ادري بغيت اخليها بس كنت تعبان على الاسست القم تقول لي وات سيف القم يا الله ليش يقول وات سيف ليه فارس اذا تشوف هذا المقطع على لعبك يا اخي لعيب لعيب اسطوره جي جي والبليد بس يعطيك العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعت في المقطع الامانه استمتعت باللعب في البلاي ستيشن فباذن الله ان قريب اذا نزلوا نسخه البلاي ستيشن 5 روكت ليج اني بلعب معكم فيعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعت في المقطع اشوفكم على خير سلام